العلامة الرسمية ديال لو بيسوي في مدينة الدار البيضاء اللي غادي يجول. عندنا جوج ديال الخطوط، الاولى والثانيه سي لو بي دبليو 5 و بي دبليو 6. واحد كيبدا من السلميه وكيدوز على عين الشق، يعني من بن مسيك لعين الشق، والثاني هو هذا اللي حنا فيه كيمشي من المعارف اللي هو البدايه ديال يعقوب المنصور وغادي يمشي حتى للرحمه، حتى يعني الاقليم ديال نواصر على مدى 5 كيلومترات من اقليم نواصر. اذا اليوم هذا النوع ديال كازا بيسوي هو تكملة لكازا ترام، يعني غادي يكون تقريبا بنفس الشيء، يعني تذكرة موحدة. غادي يكون ثلاثة النقاط ديال الربط بين لو بيسوي وبين لو ترام، يعني يمكن الإنسان يهبط من لو ترام وياخذ لو بيسوي باش يكمل الطريق ديالو بنفس التذكرة، يعني تذكرة موحدة إن شاء الله. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس. شكراً.